لم اقصد قط ان انا اسود بين الرئيس مرسي والرئيس مبارك، والرئيس مبارك كرئيس شرعي رغما عن انوفنا جميعا وان رغمت. ده ما كانش وش. انا اقصد انا، هذا كلام تلفوني يا سيدي. علمني هذا عقيده السلف، انه حتى لو كان متغلبا بالفعل، لو كان متغلبا وجب علينا ان نطيعه فيما اطاع الله فيه. امال ليه القيد؟ ليه فيما اطاع الله وقال ولا طاعه لمخلوق في معصيه الله؟ لان فيهم من سيعصي الله. مشكلتك ان انت بتقرا منهج اللي على هواك. لا هي يا لا اسمعني يا عم، قضية المتغلب علينا ان احنا بنقول دلوقتي حكم جبري، هي دي مرحلته. مرحلة الحكم الجبري ده، هل الراجل ده اذا كنت انا بعتقد كفره له ولاية عليا؟ نعم. قول لي طب نعم. نعم نعم سلف يمر السلف جميعا قالوا هكذا. السلف ده كان كافر ليه ولا ايه؟ نعم السلف نعم سيدي. انت لا تعرف. لا يا سيدي، طب من الافضل ان يقول لي ايه في كلام السلف وانا اقول. نعم الرجل بيقول اذا كنت انا بعتقد كفره تقول لي طب ما خرجتش عليه ليه؟ انا بقول ما خرجتش عليه ليه؟ لان انا ما عنديش قدره. كان اللي بيمنع الخروج حاجتين، القدره والبديل. لا المصلحة، القدرة والمصلحة. إن حتى لو أنا قادر على إن أنا أغيره ثم ترتب على تغييره مضر أكبر يبقى لا يجوز تغييره. هو ده اللي كان بيمنعني، إلا أن الرجل تقول كده ثبت لدينا بالدليل القاطع أنه كان بيتكلم كلام كفري في الإنكار على الإسلام من الناس اللي حواليه ونقلوا عنه والنقل عنه، وأنه هو كان لا يصلي وأحيانا يصلي بغير وضوء إذا اضطر للصلاة وينام وهو مثلا. إلى يعني احنا بنقول كده، انا لما كانوا بتوع الجهاد وغيرهم بيتكلموا معانا في كفر حسني مبارك بقول لهم احنا عندنا 100 دليل بس مش بطريقتكم. احنا بنتكلم بعلم. عشان كده بقول ان الرجل اللي لما تيجي تقول محمد مرسي وحسني مبارك الكلام ده غلط، ما تسويش بينهم ولا بالعكس. وانا كنت اعتقد انه لا ولايه لحسني مبارك علينا. وهذا كنا نعمل عليه. والا لو ولايته عليك زي كده ازاي انت تقرب خلعي وتجيب واحد تاني؟